بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع بعد ما نزل، بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع بعد ما نزل في حتة مهمة جدا كنت نسيتها، كمان لله وحده طبعا. فالصورة دي كنت مجهزها ان انا عايز اتكلم عليها كلمتين بس نسيتها، فقلت اعملها في فيديو كده دقيقة او دقيقتين. الصورة دي مثال لشبكة على سويتش و راوتر وشبكة تانية على سويتش تاني، تمام. فبقى عندي، طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع البرودكاست وقلنا ان البرودكاست ده بيبقى ايه، كل نتورك ليها برودكاست اي بي، يعني كل نتورك فيه حاجة اسمها برودكاست، يعني الناس كلها ممكن تكلم بعض، والكلام ده يبقى الزعيق، يعني بيعمل لود في النتورك، يعني اي حد بيحاول يظبط شبكته بيقلل من البرودكاست ده، وبرامج معينه بتشتغل عليه او بروتوكولات معينه او سيرفيس معينه، قلنا مثال عليها الدي اتش اس بي، تمام. فبيبقى عندي منظر زي ده، نتورك وراوتر ونتورك تانية. طبعا المثال ده ممكن يبقى الميكروتيك، الميكروتيك اللي في النص هنا، طالما احنا اصلا في قسم الميكروتيك فندي المثال عليه. ودي انترفيس كارت واصل عليه، ودي انترفيس كارت واصل عليه، فبقى اتنين نتورك مختلفين والبرودكاست بتاعهم ما بيوصلش لبعض، يعني الشبكة اللي على اليمين دي لما حد يعمل دي اتش اس بي مثلا، تمام، هيروح اي يدور على اي حد جوه هنا في الشبكة اللي على اليمين دي بيديله اتش اس بي، وليكن الكارت اللي على الميكرو تيك على اليمين. لو الكارت اللي على الشمال هو اللي على الدي اتش اس بي مش هيوصل له، لان ده بقى في النتورك التانية. وفي نفس الشيء برضو الشبكة اللي على الشمال لما أي حد يعمل برودكاست مش هيوصل، مش هيعدي الراوتر يوصل للشبكة التانية، تمام. فبقى عندي حاجة اسمها برودكاست دومين في الشبكة دي، والشبكة اللي على الشمال دي بقى فيها برودكاست دومين تاني. في الامتحانات سيسكو بيجيب رسمة زي دي كده، بس ممكن تبقى أكبر شوية، فيها كذا شبكة، بيقول له الرسمة دي فيها كام بروكاست دومين، وبيسأله كام كوليجن دومين. هنتكلم برضو على الكوليجن دومين، هو مش هيفيدك قوي بس هيفرق لك بين حاجة اسمها السويتش وحاجة اسمها الهب. زمان طبعا الهب دلوقتي مش موجود، اللي لقيته هتلاقيه مستعمل ومحدش بيشتريه وسعره رخيص جدا، ودايما بتبقى السويتشات عندنا 10 100 او 10 100 1000 اللي جابت، لكن الهب بيبقى 10، بيبقى 10 بس، يعني الهب سرعته 10 بس، ما بيكونش 100. بتلاقي حاجات 3 كم كده قديمة بتتباع مثلا رخيصة، بتلاقي مكتوب عليه سرعته 10، وانت بتشتريه بقى فاكر بقى 3 كم حاجة محترمة، هتلاقيه بطيء معاك. ليه؟ هو مش زي السويتش. السويتش ده يعتبر ديفايس ذكي شويه، عنده حاجه اسمها ماك ادريس تيبل، لما يجي يكلم بي سي اللي فوق ده اللي هو اسمه سي، الجهاز ده هو رقم اسمه سي بي سي سي، واللي تحت بي سي دي. فالسويتش لما يعوز يكلم سي، اول ما السويتش بيفتح بيعمل بوت، بيعمل برودكاست لكل الاجهزه اللي في النتورك، بياخد بيسالهم على الماك ادريس بتاعهم، ياخد الماك ادرس بتاعهم ويسيبه عنده في حاجه اسمها ماك تيبل او ماك ادرس تيبل. فلما يجي يكلم الجهاز اللي فوق ده هيكلمه هو بس، عشان عنده الماك بتاعه هيبعت له عليه، مش هيعمل برودكاست، هيعمل يونيكاست، يعني هيكلمه منه ليه بس، محدش تاني هيسمع الكلام ده. وما يجي يكلم الجهاز اللي تحت اللي هو دي هيبعت له على الماك ادرس بتاعه اللي هو مسيبه عنده في تيبل او جدول، هيكلمه عليه. الهب ما عندوش حاجه اسمها ماك تيبل، اما بيكلم بيكلم الناس كلها، واللي رساله ليه يستقبلها، يعني هو ما عاوز يكلم الجهاز اللي فوق ده اللي اسمه سي، يكلم كل الناس، يبعت لكل الناس، ويا سي يرد، يعني يا سي المسج ليك بس يبعتها لكل الناس، فكل الناس الرساله هتجي لها، بس هو مش هو سي فمش هيهتم بيها، هيعمل لها دروب، وسي بس هو اللي هيستقبلها ويرد عليها. خد بقى كل كلامه ده، الهب احنا بنتكلم على الهب بيعمل كده اهو، فعشان كده الهب بيبقى بطيء لما يجي يكلم في النترو، بيكلم الناس كلها
والكلام دي بياخد الكلام ويستقبله ويرد عليه، لكن الكلام بيوصل للناس كلها. السويتش ما بيعملش كده. فالسويتش بيعمل حاجة اسمها كوليجن دومين، مش عايز اتوسع فيها قوي، مش هتفيدكو، مكانها مش هنا، بس المهم نفهم الفرق بين السويتش والهب. ان الهب بيكلم الناس كلها برودكاست على طول، لكن السويتش بيكلم الناس يونيكاست، يعني بيكلم كل واحد كلام ليه بس. تمام. ده غير بقى ده الكلام ده في الكلام العادي يعني، لكن في حاجة لازم تبقى طبيعتها برودكاست زي الدي اتش سي بي، تبقى حاجات قليلة. لكن بالكلام العادي مش معقول ابقى حاطط انا هب كل ما اجي اكوبي فايل للجهاز اللي تحت ده ابعته للناس كلها، ده كده النتورك هتبقى تقيلة جدا. فعشان كده الهبات دي بتبقى ايه، رخيصة. تمام. يعني نقطة مهمة حبيت اتكلمها ما كانتش جت في الفيديو، وشكرا لاهتمامكم. السلام عليكم.